ما هي موازين أو ميزان الإنفاق؟ في ثلاث أمور ميزان الإنفاق. الأول خطر كيقول ميزان معناه نتحدث عن التقدير. الميزان الأول هو حسب قدرة المنفق، على حسب تزمرت بن رديفكن. وهذه قواعد تستغرق جميع أنواع النفقة. هذا الكلام يصدق على نفقة الزوج على زوجته، على نفقة الوالدين على أولادهم، نفقة الأولاد على الوالدين، كلها هي قواعد عامة. ميزان واحد يون الميزان، هم الميزان اللي نستخدم للتجارة، الميزان يكيل به البطاطا وزروديه وكلش، هو ميزان واحد. حتى هذه الموازين الشرعية هي في هذا الموضوع هي واحدة. الميزان الأول قدرة المنفق، بمعنى آخر هناك من عبر على هذا الميزان بقوله قدرة الذي تجب عليه النفقة، يعني تزمرث بوين أري نفقا تزمرثيس، على حسب تزمرثيس. الميزان الثاني حاجة المنفق عليه، يعني على حساب أشق حواج وين رئيس نفعان سي النفقة. كما نقول المنفق يسرا وعسرا، يسرا وعسرا، خطر ربي ما يكلفناش. واحد معسر ما نقدروش نقول لازم تصرف على زوجتك 3 ملايين في الشهر، هو راه ياخذ 1.5 مليون، ما كاش كيفه، ما يوس هذا ما كان. حتى في القرض الشرع العربي في القرض واحد كيسلف واحد الاخر، يا اخي القرض موجود، المقرض عنده اجر كبير اكثر من اجر الصدقه، وان كان هذا الكلام يحتاج الى ضبط وتدقيق ومزيد بيان، ولكن ماشي موضوعنا، فقط كاشاره. اثر الديون إن بعد جاء وقت باش يرجع لك دراهم ويقول لك ما عنديش، زيد لي شهرين، تزيدها له ولا ما زيدها لهش؟ برافو، صح، بارك الله فيك. يجي في الوقت يقول لك ما نسيتكش، أنت تسلي وسع لي، الله يوسع عليك، ربي هو اللي قال هك. وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وفي قراءة ميسرة. وين جت هذه الآية؟ في سورة البقرة الآية 280. زيد خليت اللي جاية بعدها واللي بعدها، وهي أطول آية في القرآن، هضرت على الموضوع. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية 282 من سورة البقرة. إذن اليسر والعسر معتبران في موضوع الإنفاق، لذلك جاء هذا الميزان حاجة المنفق عليه. ذا شو حواج يختلف من إنسان لإنسان، ممكن واحد ينفق على باباه يحتاج غير تعطي له لباباك 1.5 مليون يكفيه، واحد آخر 4 ملايين وما يكفيهش، خطر عنده الماكلة، عنده اللبسة، عنده تريسيتي، عنده دواوي، أذغى كي نقولوا دواوي هذيك هي حسب حاجة أو احتياج المنفق عليه. لذلك تدخل هنا واحد المعايير أخرى دينية إيمانية، خوف ربي وكذا، ما يلزمش واحد يبروفيتي، إيه واعره هذه مليحة، هذه غير ربي اللي يقدر عليها. ممكن واحد يخرج لك يقول لك شوف لازم تخلصوني أنتم أولادي، تعطيوا لي 10 ملايين في الشهر وما يكفيش، وبالك هو يحتاج غير 4 ملايين، علاه يزيد 6 ملايين؟ علاه؟ ممكن يديروه الوالدين، ممكن الأولاد، ممكن الزوجة، ممكن ممكن. ما هو الضابط هنا؟ ما هو الخوف ربي؟ ذايا ولا كيجيو الناس امثالكم يقولوا والله راه بزاف عليك، بزاف عليك، وزيد حاجه اخرى
انه دي فوا الاولاد طيح على واحد وعلى بالكم شفت الواقع هاو الدين هاو الواقع تلقى واحد وليدهم يخاف ربي مؤمن يصلي يتكاو عليه الوالدين سمحوا لي الوالدين وهذوك الاخرين والو ما يقولولوش مام حتى ما يقولولوش يركزوا غير على اما يطيحوا على الكبير ولا المازوز نون المازوز ما نظنش المازوز يعني عاده المازوز ما يتحملش الكبير هذاك هو اللي عنده كتاف صحيح وحاجة المنفق عليه كاين الميزان الثالث كاين من فوق من العلماء اللي يسميه مجرى العرف مجرى العرف يعني اللي أشرنا إليه مجرى العرف والعادة حتى القانون تاعنا بالمناسبة كيتكلم على هذه المسألة نص عليها قال وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة ولكن المشرع الجزائري قال الضروريات باش ما يكونش هناك تكليف بلا مسوغ قال وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة عند النص على مشتملات النفقة